استاذ احمد السيد، السلام عليكم وعيد سعيد وكل سنه وانت طيب. وعليكم السلام، اهلا بيك يا استاذ عبد الناصر، وحشني وكل سنه وانت طيب وكل متابعينك بخير، وعيد فطر سعيد على الجميع، والحمد لله على السلامه، منور كالعاده يعني. ربنا يخليك يا رب يا ابو حميد. يعني اللغة العيد هي اللغة السائدة، بنعيد على الناس بنقول لهم كل سنة وانتم طيبين، ولكن بناء على رغبة الكل، يعني عايزين يعرفوا آخر الأخبار في النادي الأهلي إذا كان هناك أخبار، وهل للأهلي تحرك فيما عرف بيافطة القرن التي قام بتعليقها مرتضى منصور على أسوار نادي الزمالك، ولا الأهلي بيربأ بنفسه أن يدخل في مثل هذه المهازل؟ قل لنا آخر الأخبار اللي عندك. الأول طبعا كل سنة وحضرتك طيب، وبمسي على كل الناس اللي بيتابعوك، وكل سنة وانتم طيبين. يعني يمكن أخبار النادي الأهلي سريعا علشان نبقى عملنا تغطية في ليلة العيد، كل سنة وكل الناس اللي بتابعك بخير وسعادة. يمكن النادي الاهلي رد الفعل الرسمي على لافته النادي القرن الحقيقي اللي ظهر بيها نادي الزمالك وتم تعليقها منذ ساعات، يمكن العميد محمد مرجان المدير التنفيذي في تصريحات لما سئل حول رد فعل النادي الاهلي بخصوص هذا الشان كان رد بكلمتين، قال من حق اي حد ان هو يحلم، فيعني مش هنلوم حد ان هو بيحلم او مش هنلوم حد ان هو بيتمنى، ولكن لقب تم منحه للنادي الاهلي عن جداره واستحقاق منذ 20 عام، ويمكن شفنا الكاف بيحتفل بيه ازاي منذ ايام، والنادي الاهلي احتفل بيه رسمي منذ ايام ازاي، علشان يعني منصب ولقب مهم تم منحه للاهلي بناء على مسابقه وبوينتنج سيستم ونظام نقاط تم اعلانه قبل التتويج بهذا اللقب، وبالتالي الموضوع منهي، لكن في ناس اكيد يعني مكمله فيه واحنا عارفين مكمله ليه، ولكن رد فعل النادي الاهلي الرسمي ان العميد محمد مرجان قال من حق الكل ان يحلم، لكن في نفس الوقت لجنه الشؤون القانونيه في النادي الاهلي يعني من معلوماتي انها بتدرس الموقف القانوني، وربما يكون في تواصل مع الكاف علشان يشوفوا الرد الامثل لمثل هذه الظروف، بالاضافه طبعا لاكيد وحضرتك قلت ان الكاف نفسه اكيد مش هيسيب الامور بهذا الشكل، لان الكل تحدث عن عدم احقيه اي نادي استغلال لوجو الكاف بدون رجوع للاتحاد الافريقي لكرة القدم، لان انت عشان تحط لوجو الكاف ده يعني امور لازم نرجع ليها للكاف، وبتبقى فيه مخاطبات بشكل رسمي وامور تسويقية وحاجات كتيرة، مش بسهولة ان انا احط لوجو الكاف كده في اي يعني مستند، حتى ما بالك لو لوحة معلنة للجميع. لكن النادي الاهلي اكيد بيتابع الملف، لكن النادي الاهلي يعني مش محتاج يتكلم، لان النادي الاهلي هو نادي القرن الحقيقي والكل يعلم ذلك، لكن في نفس الوقت اكيد بيتابع الموضوع، واكيد لجنه الشؤون القانونيه في النادي الاهلي يعني بتدرس الموضوع جيدا، وربما يكون في خطوات خلال الايام القادمه. يعني من ضمن التقارير الصحفيه العالميه بقى اللي بتتكلم على هذا الموضوع، يمكن صحيفه لاجازيتا دي للسبورت في احدى الصحف الايطاليه الشهيره ادت اندهاشا ان الزمالك عايز يقدم شكوى بعد 20 سنه من تتويج النادي الاهلي بهذا اللقب، وقالوا كده بنصا ان الفيله ليها ذاكره طويله، يعني في محاوله للسخريه، بلاش نقول الاستهزاء، في محاوله للسخريه من رد فعل الزمالك، يعني الترجمه بيقول يقال ان الفيله ليها ذاكره طويله، ولكن يبدو ان المصريون لا يمزحون، فبعد مرور 20 عام جه المنافس التقليدي الزمالك وتذكر ان ممكن يقدم يعني استشكال او يقدم طلب على لقب تم منحه باحقيه للنادي الاهلي، ومشكل لجنه بخصوص هذا الملف. نفس القصه بعض الصحف الفرنسيه تحدثت على هذا الموضوع، فالموضوع انتشر، لكن للاسف انتشر بشيء سلبي، بشيء من الاندهاش، بشيء من الدعابه، لكن نتمنى للجميع الهدوء كالعاده يعني. طب نخش في اخبار الاهلي. خلينا نبدا باخبار النادي الاهلي، ونقول كده الاجتماع اللي حدث منذ ساعات، يمكن العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي يعني عمل اجتماع مع بمقر النادي بالجزيره مع اتخاذ كل الاجراءات الاحترازيه مع مديري ونواب الافرو ومدير الامن والخدمات والمشرفين على منتجع النادي بمرسى مطروح، وده كان في حضور اللجنه الطبيه برئاسه الدكتور محمد شوقي علشان يشوفوا كافه الاجراءات الوقائيه والاحترازيه
اللي يلزم استخاذة خلال الفترة القادمة، وتم الاتفاق على بعض النقاط والتصور في خلال فروع النادي الثلاث ومنتجع النادي في مرسى مطروح. كل الأمور دي هتم عرضها على مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه القادم برئاسة الكابتن محمود الخطيب. وده يعني اتخاذ يعني كان اجتماع مجلس الإدارة الماضي كان طلب من العميد محمد مرجان اللي يتم متابعة كل الأفرع وكل الأمور الاحترازية علشان تمهيدا بإذن الله زي ما معالي الوزير شباب ورياضة اتكلم في 15/6 ممكن الأندية تبدأ تفتح ويمكن المباريات والتدريبات، فيمكن النادي الأهلي بيبدأ الأحداث وبيستعد جيدا لهذا الموضوع. وفي نفس السياق ربما الجهاز الفني للنادي الأهلي مستر فايلر أيضا يتم الاستعانة بمنصب جديد داخل الجهاز الفني وهو منصب خاص بالإجراءات الاحترازية بفيروس كورونا، يعني حد يكون عنده من الخبرة من الإجراءات الوقائية ويبقى موجود في الجهاز الفني علشان يأكد على اللعيبة وعلى الجهاز الفني أن يتم اتخاذ كل التدابير الاحترازية ويبقى متابعة ليها سواء من خلال المران أو حتى ما قبل وما بعد المران، سواء من خلال المحاضرات اللي مستر فايلر بيعملها. يعني بقى منصب جديد موجود في الجهاز الفني يتابع أن اللعيبة ملتزمة بشكل كويس بكل الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، ودي حاجة ومنصب جديد ربما يكون النادي الأهلي ليه السبق فيه علشان يبقى حريص على مصلحة اللعيبة والجهاز الفني في الفترة القادمة. طيب خلينا بس نحيي ونرحب بأحد أهم الناس اللي بتكتب في مصر في مجال التلفزيون ومجال الإعلام، متخصص وبدرجة كفء بيتفرج علينا الصديق المحترم نجم اليوم السابع والكاتب الصحفي المحترم الأستاذ محمد أحمد زين. صديق المحترم بيقول لي القميص حلو جدا جايبه منين؟ هتقول لي ولا اشتكيك لسيدنا الحسين، فبقول له يعني لا يا عم انا مش قد الشكوى لسيدنا الحسين. يا جماعه في على فكره الماركات دي كلها بشتريها من خلال الاونلاين، لان انا طبعا من ساعه كورونا وانا بشتري من خلال انا عندي شويه قمصان، انا عشيبكم قمصان السنه دي والله العظيم، انا عندي شويه قمصان جايبهم معايا من دبي بقى وتيشيرتات. عايز اقول لك انا احمد والله العظيم، وعمك حسين فؤاد هو بيقول لك مساء الفل، ده قميص شم النسيم، ده قميص العيد يا عم حسين، لازم تلبس في العيد جديد. بص لازم تلبس في العيد جديد سنة عن رسول الله، لازم تلبس في العيد جديد. كمان معانا في اللايف الاستاذ وائل مرعي بيقول لي حي الدكتور مصطفى عبد الخالق معانا في اللايف. اقول له اجاوب على بعض الاسئله بس احمد يكمل، بس انا عايز اعلق على حاجه. انا لم ارى في الدوري الالماني منسق لكورونا، يعني حتى الاهلي قدروا انه يسبق العالم، يعني انا ما شفتش حتى والدوري الالماني شغال مفهوم منسق فيروس كورونا. وبما اننا تعلمنا في لغه البلاغه لكل مقام مقال، بشكر مستر فايلر على استحداث هذا المنصب لانه يتساوى بدكتور الطب النفسي ويتساوى بدكتور التغذيه، لان لزوم الشيء في هذا التوقيت والشيء لزوم الشيء. فانا بشكر مستر فايلر ودي خطوه بتدي الاخرين الاسبقيه. فيا ترى هل ممكن مرتضى منصور يعمل يافطه خاصه بمنسق الفيروس كورونا ويقول انا الاول مثلا او حاجه؟ ممكن والله عرفت حتى مباراه اقتراح كده. اتفضل يا ابو حميد. خلينا نقول من ضمن الاخبار اللي معانا النهارده، يعني يمكن برضو استكمالا لهذا الملف، يمكن رمضان صبحي وهو الحدث الاهم في النادي الاهلي واول طلب من طلبات مستر فايلر في متابعة بشكل جيد خلال الساعات الماضية مع فريق هيدرسفيلد الإنجليزي للتأكيد على رغبة النادي الأهلي في شراء اللاعب، وإن كان معلوماتنا أن خلال ساعات أودينيز الإيطالي هيبعت عرض رسمي لشراء يعني اللاعب، لكن النادي الأهلي بيحاول ويمكن رمضان صبحي أكيد مدي الأولوية أن هو يرجع لأوروبا في ظل لو الأمور رجعت ولو عرض مالي كويس، لكن يمكن النادي الأهلي تواصله مع هيدرسفيلد الإنجليزي أن في حالة عدم وصول عرض أوروبي أو مالي مغري للاعب هيبقى الأفضلية لتواجده في النادي الأهلي. في نفس الوقت الأهلي ربما يتحرك خلال الساعات القادمة بعد إشارة يعني مستر فايلر لجاكسون موليكا المهاجم المميز اللي احنا اتكلمنا عليه، فيمكن الأهلي يتحرك خلال الساعات القادمة بعد أجازة العيد من أجل حسم صفقة اللاعب. هنتابع
في هذا الملف دايما كالعادة. جيرالدو لسه بيتم محاولة تسويقه بشكل مميز، وإن كان جيرالدو رافض فكرة الإعارة لأي نادي مصري، هو عايز يرجع البرتغال دوري برازيلي، مش عايز يظل فيها الدوري المصري إلا للنادي الأهلي. ففي محاولات لإقناع اللاعب لأن تسويقه في الدوري المصري هيكون أسهل، لكن في نفس الوقت الأهلي برضو شغال على العروض الخارجية. برضو يمكن تردد في الساعات الماضية هيكون في عرض مالي مغري لمحمد الشناوي حارس مرمى الفريق خلال يعني فترة الانتقالات الصيفية، لكن النادي الأهلي أكد بأن تم تعديل عقد الشناوي خلال الفترة الماضية. في نفس الوقت مستر فايلر مأكد بشكل كبير على أنه لا نية لرحيل الشناوي. في بعض اللعيبة كده لا نية للاستغناء عنهم مهما وصل عرض مغري، زي الشناوي زي علي معلول، لأن برضو علي معلول يتقال عليه عرض من الهلال السعودي، عرض من أندية كتير، لأن الأهلي متمسك ببعض اللعيبة كده يعني لا نية للتفريط فيهم. محمد طيب ده كويس جدا. الاستاذ صالح عندر بيقول لك بالنسبه للاعب بتكون رغبته هي الفيصل، ورغبه اللاعب هي الفيصل، وكمان الناس بتسالك طب هل في جديد تاني غير اللي انت بتقوله في اسامي جديده؟ جيرالدو الى سان داون، يعني بيقول لك الاستاذ صالح عنتر بيقول لك جيرالدو الاقرب انه سيذهب الى سان داون. طيب هل في اي حاجات اسماء جديده خلال الفتره اللي فاتت طرحت في الساحه في داخل النادي الاهلي؟ لا يعني يمكن ما فيش اسماء جديده، هو بس التفكير في رمضان صبحي نفس القصه باهر المحمدي اللي يمكن احنا قلنا اكد رغبته لاداره الاسماعيلي، لكن لسه الموضوع مش سهل على اداره الاسماعيلي انها تبيعه للنادي الاهلي، والكلام على البيع الخارجي فقط، لكن لسه كل ينتظر موقف الدوري العام علشان الرؤيه تبقى واضحه. نفس القصه ملف المعارين الاهلي، يعني يمكن في اكتر من لاعب طالب بتحديد موقفه وامام ناصر ماهر وعمار حمدي، ولكن برضه مستر فايلر مش عايز يدي قرار بشكل نهائي دلوقتي تحسبا لاستئناف الدوري العام، وخلال استئناف الدوري العام الامور ممكن تتغير، لعيب لا قدر الله يصاب يبقى في عروض افضل، يبقى في رؤيه واضحه بشان لعيبه تانيين، لكن احنا اتفقنا قلنا ان الاقرب عوده يعني اكرم توفيق وعوده محمد شريف وربما محمد عبد المنعم مدافع الفريق الشاب المعار لسموحة. طيب تمام، يعني هل لديك اي اخبار اخرى في ملف النادي الاهلي ولا نشوف الاخوه لو في اسئله؟ يعني يمكن دي كل الاخبار اللي عندنا. يمكن طبعا زي ما انا قلت الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره كان في برضه اجتماع مع لجنه التخطيط منذ ساعات علشان تحسبا لعوده استئناف الدوري منتصف شهر 6، والكابتن سيد عبد الحفيظ اكد ان الفريق جاهز مع عوده الفريق في اي وقت للتدريبات، هيتم اتخاذ كل الاجراءات الاحترازيه، وقال ان اللعيبه متشوقه للعوده للتدريبات علشان يستأنفوا بطوله الدوري العام ودوري رابطه الابطال الافريقي. طيب الاخ مازن بيسالك، والنبي اخ مازن اكتب لي الاسم بالعربي لان انا مش عارف اقرا اللي بعد مازن، زي بعضنا يعني اخري الف ب، فاكتب لي الاسم بالعربي بس عشان اعرف. اخ مازن بيقول لك الشناوي في كلام ولا خلاص انتهى وموجود في النادي؟ محمد الشناوي؟ لا محمد الشناوي يمكن ما خلال الساعات الماضيه فعلا انا قلت البعض قال ان هيصل ليه عرض اوروبي والكلام ده كله، لا النادي الاهلي اكد تمسكه باللاعب، وان كان قيمه العرض المالي اللي هتوصل هيتم رفضه وبناء عليه الابقاء على محمد الشناوي، وده رغبه اللاعب كمان لان تم تعديل عقده منذ مده يعني خلال الفتره الماضيه، وبالتالي لا نيه للتفريط في محمد الشناوي. في لعيبه كده لن يتم الاستغناء عنهم زي الشناوي زي علي معلول زي السوليه، قوام الفريق الاساسي. طيب لن يتم الاستغناء عنهم الفتره القادمه يعني. طيب الاستاذ مازن بهاراتي اللي كان بيسال هذا السؤال، استاذ مازن بهاراتي سوري الجنسيه نعتز به طبعا وتمام. وليد زكريا بيقول اخبار علي معلول، احمد قال انه لا تفريط في علي معلول. طيب الاستاذ السيناريست الكبير الاستاذ محمد عواد بيمس عليك وبيقول لك هل في اي صفقات تبادليه؟ لا يمكن الصفقات التبادليه حتى هذه اللحظه ما فيش، لكن وارد جدا خصوصا في صفقه داهر المحمدي، وارد يكون في لاعب او اثنين على هذه الصفقه، لكن دايما الاهلي حاطط الصفقات التبادليه حل اخير قبل ضم اي لاعب، يعني الاهلي لسه ما اتحركش رسمي ولا في جاكسون موليكا ولا داهر المحمدي لسه، وبالتالي الصفقات التبادليه هتكون خيار مهم جدا للنادي الاهلي للدخول في اي صفقه، واحنا قلنا ان صالح جمعه ربما يكون من ضمن الخيارات المطروحه، لان برضه النادي الاهلي بيحاول يسواه الفتره دي بشكل مميز، لان خلاص صالح جمعه بشكل كبير خارج النادي الاهلي مع نهايه الموسم. استاذ الكاتب الصحفي الاستاذ صالح عنتر بيسالك بيقول لك قصه سعد سمير باختصار.
سعد سمير يمكن احنا وضحناها للناس، سعد سمير كل ما في الامر ان تم رفع اسمه من القائمه بعد الاصابه الاخيره، وده كان بالاتفاق معاه، ولقى في فيديو موجود بصوت وصوره بيقول ان كابتن سيد كلمه وعرض عليه ان يتم رفع اسمه لان الاصابه مطوله، وبالتالي لم يقدر ولن يستطيع المشاركه خلال هذا الموسم. وبالفعل تم رفع اسمه، ساعتها تم قيد كهرباء والامور انتهت، ما فيش اي مشكله، واللاعب متقبل ده. فاللاعب ياخد حقوقه كامله لانه لاعب ماضي عقد مع النادي الاهلي، هو مش مقيد في قائمه الفريق دلوقتي لكن مرتبط بعقد مع النادي وبياخد حقوقه كامله، ما فيش اي مشكله. بالاضافه الى ان اللاعب مضى كمان عقد على بياض تجديد تعاقده كمان لمده 4 مواسم يعني قادمه، ده بالمناسبه اول امس، وفورة بعد يعني طبعا اجازه العيد واستئناف الامور هيتم توثيق هذا العقد في اتحاد الكره المصري، وبالتالي ما فيش اي ازمه في هذا الملف. البعض بس ايه ردد الازمه وسعد سمير فري وممكن يروح لاعب اي نادي، لا الكلام ده مش واضح خالص. ويمكن تواصلنا مع الكابتن سيد عبد الحفيظ اللي اكد ان في عقد موثق في اتحاد الكوره واللاعب مرتبط بعقد مع النادي الاهلي. طيب الاستاذ محمد الزغبي بيسالك بيقول لك هل هناك جديد في موليكا او مليكا؟ في ايه معلش؟ موليكا في موليكا في جديد في صفقه موليكا؟ موليكا لا، جاكسون موليكا ما فيش حاجه رسمي، ولكن انا من معلوماتي ان مستر فايلر يعني الساعات الماضيه اكد للجنه التخطيط يعني موافقته بشكل كبير على التحرك لضم اللاعب، فخلال الساعات القادمه انا بتوقع ان هيكون في مفاوضات مع اللاعب مع وكيل اعمال اللاعب. الكلام ان الصفقه ممكن تبقى ب 2.5 مليون دولار واللاعب ياخد مليون دولار في الموسم، ومستر فايلر مقتنع باللاعب جدا انه صغير في السن ويقدر يلعب في اكتر من مركز، لكن برضه الاهلي بيقيم الوضع، بمعنى ان يعني ربما يكون في يعني لو هيتم شراء اللاعب رمضان صبحي ربما يكون في صعوبه شويه او تفكير في عدم التعاقد مع مهاجم اجنبي، لكن في حاله عدم تجديد اعاره ده محمد الاهلي هيتحرك. طيب محمد ابراهيم اسمه تم تردده خلال الفتره اللي فاتت، خلاص جه الصوت، تم تردده خلال الفتره القادمه، وكمان اسم احمد توفيق، في تاكيدات على توقيع احمد توفيق سريه، ما صحتها وموضوع محمد ابراهيم بسرعه. يعني طبعا هي اسماء موجوده ومرشحه بشكل كبير، ويمكن برضو زي ما حضرتك قلت كان في مفاوضات مع احمد توفيق ومع بعض وكلاء اللاعبين، لكن كل دي ما هي الا يعني مقترحات ومفاوضات مع بعض اللعيبه تحسبا للدخول في اي مفاوضات رسميه معاهم، كل دي امور بتبقى مطروحه على مستر فايلر، لكن حتى هذه اللحظه لا ما فيش تعاقد بشكل رسمي او حتى تحرك مع اللاعب بشكل رسمي. طيب ده تمام، يعني ده جماعة ممكن تسمعوا كلام كتير في الإعلام ولكن أحمد بيتكلم على الشكل الرسمي. أزارو، هل هناك جديد في موضوع أزارو خصوصا أن الاتفاق شبه خلاص أنهى إعارته وفي انتظار موضوع بيعه من عدمه، في جديد في موضوع أزارو؟ لا صح زي ما حضرتك بتقول كده، ولا هيبقى في تفكير كبير في بيعه بعرض فوق 3 مليون يورو، ما كانش هيتم التفكير في عرضه وما كانش خلاص هيبقى الاهلي مجبر على الابقاء على اللاعب، خصوصا زي ما حضرتك قلت بعد نهايه عرضه مع الاتفاق السعودي. طيب اشكرك شكرا جزيلا يا ابو حميد، ونلتقي في لايف بكره ان شاء الله. شكرا جزيلا يا حبيبي، كل سنه وانت طيب. شكرا جزيلا وكل سنه وانت طيب وعيد سعيد. كل سنه وانت طيب.